يا مساء الشحنات الجميلة اللي وصلت، جايبة قهوتي وراح أفتح معاكم هذه الشحنة الجميلة. بنات، عندي لكم هذا الموقع، أنا متأكدة متأكدة 1000000% أنه بيعجبكم. في أشياء في الموقع، أنا راح أحط لكم اللينك، في أشياء مرة تجنن والأسعار رهيبة. بنات، هذه موقع اسمه جوسف، بوريكم الاشياء اللي اخترناها مع بعض عشان اوريكم اياها. طبعا مع كود خصم، بحط لكم كود الخصم موجود في الشاشه، بحط لكم اياه. اذا استخدمتوا كود الخصم حيصير لكم، غير انه ما شاء الله اسعارهم كويسه، حيصير سعرها برضو مره كويس. جلست انا وياهم نفكر ايش الاشياء اللي نعرض لكم اياها. انا جلست وياهم عشان نختار المنتجات هذه. اول شيء اخترناه اللي هو هذا السوبر كولاجين ان سي، اللي هي هذه الحبوب. تعرفون انا قديش احب مكملات الغذائيه، هذا عباره عن كولاجين زائد فيتامين سي، ممتاز للشعر، البشره، الاظافر، العظام والمفاصل. هنا كاتبين انه نتائج البحث تقول انه يزيد من ترطيب البشره من نسبه 21% الى 50%، و60% من الناس اللي سووا عليهم التست او الاختبار صار عندهم بشرتهم انعم ومشدوده اكثر. فهنا مكتوب انك تاخذين 6 تابلتس، اللي هي 6 حبوب يوميا كالجرعه القصوى. طبعا اي شيء يا بنات، اذا كان عندك حاله صحيه، حامل او ترضعين، حاولي انك انت دائما تستشيرين الطبيب. انا من الناس اللي احب استشير اي احد اذا جيت اخذ هذه الاشياء. بنات، حتى اول ما دحت لكم فيتامينات وشفت عليها نتائج مره حلوه، ما يضر ان انت تستشيرين طبيب، خصوصا اذا كانت عندك حالات طبيه، حمل، رضاعه، عندك اي امراض ثانيه، لازم او تاخذين ادويه، انت مستمره على ادويه، لازم طبعا تستشيرين الطبيب. بنات، هذا الكولاجين انا اتذكر ماما قد استخدمته ايام اول، كنا نطلبه مره غالي. هذا الشيء قبل 12 سنه كنا نطلبه اونلاين، كان مره غالي وكنا نجيب الشحن وما ادري ايش. فالحين هذه الاشياء صايره متوفره عندنا، انا ما ادري ايش مو راضي يفتح. شوفوا، هذه هي حجم التابلت، هذه هي حجم الحبه نفسها. وعلى فكرة ترى هذا يجي من بودر للناس اللي ما يحبوه الحبوب. ثاني شيء هذا. يس بنات، هذا عندهم زيت الخروع مخصص لينا. بوريكم، شوفوا هذا يا بنات سيروم للرموش، زيت خروع، اوكي؟ تذكرون لما حطيت لكم فيديو القطرات؟ مشكلة القطرات ان انت لازم تنتبهين انه ما يوصل للعين، وممكن تسبب لك هالات. وانا صراحة سببت لي لمن شوي كنت احط على الرموش السفلية، بس مع ذلك كنت مستمر عليها لانه نتائجها مرة حلوة. هذا يا بنات شوفوا ايش يحطوا لكم هذه وهذه عشان تستخدمونها للرموش، شايفين كيف؟ وهذا هو السيروم، وهذا بنات هو السيروم حق الرموش. مره فكرتهم حلوه صراحه. انا بالعاده الزيت الخروع اللي استخدمه يكون مره ثقيل، هذا شايفين اخف. وبالعاده انا استخدم مثلا اجيب لي مسكره قديمه وانظفها واستخدمها، بس هذا شيء حلو انه مخصص يعني. وترى هذا زيت خروع نقي، يعني ما في اي اضافات ثانيه، بس طريقه العلبه وطريقه الاشياء اللي يجيبوا لكم اياها، اللي هي هذه، شايفين كيف؟ هذه الاشياء للرموش، وهذه بعد الرموش اذا تبغون تستخدمونها على الروتس، على الجذور، وهذه كمان مره مفيده اذا انت تبغين تعبين في علبه ثانيه. فهذا الشيء انا مره متحمسه اني اجربه، خصوصا اني انا كنت زمان استخدم زيت الخروع. انا اتذكر ماما كانت تقول لي افنان عمر رموشك ما صارت زي كذا، عرفت؟ انا رموشي مستقيمه، تيجي كذا، اوكي؟ مستقيمه يعني، فلازم احط عليها مسكره او استخدم العكافه. بس لما بديت استخدم زيت الخروع طولت شويه، صارت شويه مبرومه على فوق. فهذا شيء مره حلو بنات، خصوصا صايرين مره احنا نلعب في رموشنا هالايام. هذا يا بنات انا اعرف انكم انتم تحبونه، اللي هو افريكان بلاك سوب. هذا بنات صابون الافريقي، ما يعرف الصابون الافريقي؟ الكل يعرفه الصابون الافريقي بنات. هذا كل اللي استخدموه، كل اللي نصحتهم فيه، يشد البشره بشكل مو طبيعي، وريحته ترى مره حلوه. بس انا هذه المره استخدمت بار، صوابين اللي تجي بار او تجي من احنا نسميها كيف كذا، الصوابين اللي تجي زي كذا يا بنات ترى عاده هي مفيده للبشره اكثر من السايله، لانها تكون
مواد اكثر طبيعيه. اللي راح اسويه انه انا اقص 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 منها واستخدمها للجسم. مره متحمسه اني انا استخدمها. انا مره احب ال الصابون الافريقي، بس لما اطلبه في اي هيرب مو متوفر، فهذا الموقع موفر لكم اياه بكل اشكاله. طيب يقول لكم ان الصابون هذا يحتوي على زبده الشيا، على الكاكاو الضبار، على الشوفان، وفي كمان فيتامين اي، ومكتوب هنا انه ديتوكسيفاينج، يعني مره كيف اقول لكم، يعني يصفي البشره، عرفتوا؟ يخلي اصلا لما تستخدمين تحسين بشرتك مو ناشفه مشدوده. مره كنت احبه، انا كنت استخدم السايل، بس مبسوط انه انا الحين استخدم البلوك اللي زي كذا. ثاني شيء ابغى اوريكم اياه، هذا برضه تنبسطون عليه، اعرف هذه اشياء مره 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 تنبسطون عليها. انا اعشق فيديوهات كذا لما الناس يسوون انبوكسنج يفتحون الاشياء، فانا مره مستمتعه بهالفيديو. هذا يا بنات كيوتيكل اكسفيليتر. ايش هي الكيوتيكل بنات؟ شايفين الاظافر؟ شايفين بنات الاظافر، الجلد اللي حول الاظافر؟ مو بعض الناس يجي عندهم ناشف، هذا مقشر للجلد الميت اللي حول الاظافر. شفتوا انا دائما 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 اقول لكم انه انا الجلد اللي حول الاظافر عندي لازم اقصه، لانه يطول ويصير ناشف ويصير سبحان الله سبحان الله انا يجي عندي غامق مره. فتلقوني دائما احط زيت خرو او زيت عفوا زيت لوز، زيت فيتامين اي، ودائما دائما دائما ارطبها عشان ما يصير زي كذا. هذا مكتوب انه يشيل يقشر الجلد الميت ويمنع الحاجه انك انت تقصين الكليب اللي انت تقصينها، تروحين مثلا الصالون او انت تسوينها بنفسك ويقصوا لك يرتبوا لك الجلد الميت. فهذا شيء مره حلو. انا اقول لكم ليش، لان انا بالنسبه لي اعرف انه هذا شيء ما هو صحي ويضعف الاظافر ان انت تقصينها كل شوي، خصوصا لما احيانا يطلع دم ويصير ممكن فيه التهابات. طيب مكتوب ان انت ترجينه بعدين تحطينها على الاظافر، تستنين دقيقتين بعدين الجلد الميت دفينه. انا بسوي لكم اياها، يمكن بكره راح استخدمها وراح اوريكم كيف ندفع الاظافر وايش الاشياء اللي نستخدمها. فانا مره مبسوطه عليه. هذا من بوتر لندن، مكتوب انه مفعول سريع يعطيكي منظر انعم وصحي اكثر للجلد الحول الجلد الميت اللي حول الاظافر، وما تحتاجين ان انت تقصينها او ترتبينها، وهذا شيء مره حلو. مره مبسوطه اني اجربه. الناس اللي عندهم جلد الميت حول الاظافر بوريكم كيف اسويه، مكتوب انه مفعوله سريع يعني، فراح اجربه لكم. شوفوا كذا يجي شكله، هذا هو. عموما بوريكم فيديو اقرب لهالشيء. اخر شيء هذا مره احبه بما انه من تخصصي كمان، فبوريكم اياه، اللي هو دائما انصح فيه مرضاي. طيب هذه مكتوب فيها انه فيها 44 لصقه، تاخذينها فقط من ساعتين الى ساعه وتحطينها. راح اكتب لكم ريفيو عنها طبعا، بس نصيحه بنات، قبل اي تبييض تسوونه منزلي في العياده لازم تسوون تنظيف اسنان، ولا ما راح يكون مفعوله مره كويس او يكون بقع عندكم. فهذا شيء ان شاء الله باذن الله راح ابدا استخدمه وراح اقول لكم عليه. اصلا ما يحتاج، انا من اوريدي مستخدمته يعني، بس عندهم السعر ترى مره حلو، ارخص من عندنا. انا اوريدي اساسا مستخدمته ودائما استخدمه وانصح فيه اصدقائي وانصح فيه المرضى عندي لما يجوا في العياده، فمره حلو. سو زي ما قلت لكم بنات، بحط لكم الرابط حق جوسب. عندهم اشياء مره حلوه، عندهم فيتامينات، عندهم اشياء للبشره، اشياء للرموش، اشياء للاظافر، اشياء للشعر. عندهم كمان الناس اللي مهتمين بالرياضه بروتين شيك، ويوصلوا لكم. والله انا وصلوا لي لما نقينا الطلبات مع بعض، قلت لهم خلاص ارسلوها، وصلوا لي اياها يمكن خلال يومين ثلاث ايام. فمره حلو، واسعارهم ترى مره حلوه، يعني في اشياء موجوده عندنا بس عندهم ارخص. لا تنسون تستخدمون طبعا كود الخصم حقي عشان تصير لكم كمان الاسعار ارخص. فححط لكم الرابط، انا حاطه لكم اوريدي الكود الخصم، لا تنسون تستخدمونه. ادخلوا على الموقع شوفوا الاشياء اللي فيه، مره حلو ترى، لا يفوتكم. انا استمتعت صراحه وانا انقي فيه، يعني جدا جدا احترت انه انا اوريكم اشياء، فانا حسيت انه هذه الاشياء كلكم انا اعرفكم، يعني اعرفكم عن طريق سناب شات، انستغرام، اليوتيوب، تعليقاتكم، اعرف انه هذه الاشياء انتم مره تحبونها، فحاولت ان اوفر لكم اشياء وبس.